شخصية كمان من الشخصيات اللي عندها تاريخ كبير في كرة القدم، وطبعا إمكاناته في القراءة الفنية للأمور وتاريخه مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، وحاليا خبراته بيقود بها نادي الجونة كمدير فني لفريق الجونة في الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا كابتن حمادة صدقي. مساء الخير يا كابتن حمادة. مساء الخير، اهلا بيك واهلا استاذ ابراهيم. ازيك كابتن حمادة، اخبارك ايه؟ ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ ازي حضرتك؟ ربنا يخليك. انا عايز اسيب المجال لاستاذ ابراهيم يسالك كما يشاء يا كابتن حماده، لكن في البدايه عايز انطباعاتك الرئيسيه، او لو عايز تقول لجمهور النادي الاهلي وجمهور ومشاهدي قناه الاهلي عناوين رئيسيه بيعبر بخبراته فيها كابتن حماده صدقي عن مباراه الامس، تحب تقول ايه؟ طبعا كلنا حزننا بشكل كبير جدا. النادي الاهلي افتقد لحاجات كتيره قوي الماتش دوت، ما كانش في يومه طبعا. افتقد اهم 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 حاجه في مميز بيها النادي الاهلي الروح القتاليه، التفوق كان موجود في كل الخطوط. يعني نتكلم عن الفنيات، يمكن الدفاع الفردي والجماعي كان شيء غايه. التهيئه للمباراه ما اعتقدش كانت بالشكل المطلوب. قراءه للفريق المنافس ما كانتش موجوده، متهيألي يعني ما كانتش يعني بالشكل التحليل الجيد. فريق قوي، فريق يعني قدر يستغل كل الثغرات الموجوده عند النادي الاهلي في مساحات وسط الملعب، في مساحات المدافعين. اول مره نشوف النادي الاهلي بالشكل دوت، بالخطوط اللي هي كلها في مساحات كثيره للعب. سوء حظ طبعا في اصابه سعد كبير في التغييرات. يعني ممكن بقى كمدرب انا ممكن اغير تغييرات مش موفقه او في اوقات تبقى موفقه، لكن هي ما كانتش موفقه في المباراه دي. كل حاجه كانت موجوده ضد النادي الاهلي في اليوم دوت، لكن هي الحاجه اللي كانت ملحوظه. يمكن انا ما اتفرجتش غير الشوط الاولاني بس، كان انا عندي مباراه، كان عندي مباراه النجوم بعديها على طول، فما من الشوط بس اللي شفته الاولاني الروح القتاليه بتاعت النادي الاهلي ما كانتش موجوده، النقطه الاراديه ما كانتش موجوده. ده اثر بشكل كبير مع فريق كبير زي سان داونز، يعني كان لازم في قراءه جيده للفرقه وتحليل بشكل جيد. بالتالي ده يعني انا سامع الناس كلها بتتحمل لاسارتي، لا لاسارتي والجهاز الفني واللاعبين هم كلهم بيتحملوا مسؤوليه كامله. يعني استاذ ابراهيم اتفضل. كابتن حماده، كنت انا بتكلم من شويه قبل ما تيجي على التليفون على فكره ان الهزائم بالقاسيه ديت والمؤلمه ديت بتحصل في اكبر الفرق، وضربت امثله. انا السؤال هنا، يعني انا عايز مثلا اتكلم على ماتش زي برازيل المانيا في البرازيل في كاس العالم 74، وبعدين المانيا تكسب البرازيل 7-1. انا عايز اسال سؤال، يعني هل يمكن ان فريق البرازيل يبقى كله وحش؟ هل يمكن ان الفريق في اليوم ده يصادفه اليوم اللي هو اليوم السيء الباد لك يعني ده، ولا دي اوف ولا اللي بيسموه اي حاجه ده؟ هل يمكن ممكن بتحصل كتير في فرق كبيره تيجي مره كل فتره طويله يعني. ده بتحصل، جمعت كل الحاجات اتجمعت مع النادي الاهلي في اليوم ده. طيب هي يعني انت في تقديرك كابتن حماده بخبرتك الكبيره في الملاعب لاعبا ومديرا فنيا يعني خبرتك كبيره، بتبقى ايه يعني في ايه؟ يعني اصل انا لغايه دلوقتي مش متصور ان ممكن نسهم الله ينزل على 11 واحد مره واحده كده، ومش ال 11. بص يعني انا دايما انا يعني كمدير فني لما بيحصل حاجه لازم اتحمل المسؤوليه. في غلط من عندي كمدير فني. لا انا ما هيأتش اللعيبه للمباراه القويه دي. انا ما كنتش قارئ جيد. تحصل لي كتير. يعني لازم انا اعترف بخطا عشان اعرف اطلع في حاجات عندي. فانا شايف التهيئه او الدراسه لفرقه جنوب افريقيا ما كانش على مستوى الحدث. وده حصلت معاه مع مستر لاسارتي، احترام ليه طبعا، ما احبش اتكلم على مدربين طبعا عشان الواحد بيمر بظروف كتير. بتبقى موجوده حتى في الدوري المصري في بعض الماتشات، بحس ان في انا هكسب في اي وقت، انا بعتمد على التغييرات اللي بتنزل تعمل لي الفارق في الاخر. يعني حتى في ماتش الجونه مع الاهلي هنا التغييرات هي اللي حسمت في الاخر. ماتش الاتحاد الاخر وقت في الوقت الضياع التغييرات برضو هي اللي حسمت التغييرات اللي بتحصل في الاخر. طب ما بتديش ليه من الاول بحاجات معينه؟ واضح ما بقاش عندي لاعب في النادي الاهلي بالذات، ما عنديش حد صانع لعب بادئ المباراه، بحس ان ما فيش التواصل بين الخطوط، ما بقاش موجود.
يعني انت هو تدارك ونزل ناصر ماهر بس نزل في وقت مغلوب فيه برضه، في حاله من الاحباط موجوده عند اللعيبه كلها، اثرت بشكل كبير جدا. عفوا استاذ ابراهيم، انا فاهم من كلام حضرتك كابتن حماده انك بتقول على اقل تقدير انه ما كانش فيه تقدير فني جيد او يعني معرفه حقيقيه كما ينبغي قبل المباراه بقدرات فريق سان داونز هجوميا او امكاناته. اكيد اكيد ده اللي واضح عندي، اللي انا فرقه بتنقل الكره عندها استحواذ بشكل جيد في وسط الملعب واستغلت المساحات تضرب بيها وسط الملعب وعمق الملعب كانت موجوده بشكل كبير جدا فيه، وخطوره كل شويه، يعني كل شويه عندك خطوره عشان في مساحات انت مش مغطيها بشكل كويس في الملعب. طب انا عايز اقول يا كابتن حماده ان انا انت عارف كره القدم من الحاجات زي حاجات كتيره في الحياه بتتحمل وجهات نظر كتيره، يعني ممكن يبقى شيء ما او زي ما حضرتك قلت ان ما فيش دراسه جيده ممكن للمنافس، وممكن تبقى في وجهه نظر ثانيه بتقول ما اعرفش في ايه، وتبقى دي صح، يعني في اكتر من وجهه نظر كلها صحيحه وكلها مختلفه. وانا بتكلم حضرتك في حاجه، بس انا بتكلم كمحلل، انا شغلت محلل، يعني محلل نعم محلل حاله قدامي، يعني نعم محلل الحاله نعم اللي انا شايفها قدامي. طيب لازم اقول كده. طيب انا النهارده طبعا انت اكيد ما اعرفش تابعت او الله يكون في عونك يعني، وعايز اهنيك على المستوى اللي معمول على فكره في فرقتك ديت بالاسماء كلها الاسماء صاعده للنجوم، انما قادر تعمل فرقه ما فيهاش نجم، ودي حاجه عظيمه جدا انك تبقى فرقه بتلعب جماعيه شديده جدا وتقدر تحقق الاهداف اللي هي عايزاها من غير ما يبقى فيها النجم بتاعها، يعني عايز اقول النجم بتاعها الجماعيه بتاعتها. عايز اقول في الفترة اللي جاية، لأنك أنت اللي تابع من امبارح للنهاردة المناحة اللي موجودة، أنت عارف الناس تزعل، الناس تبقى غضبانة تغضب، إنما أنا دايما بقول ما تخليش غضبك يسبقك، يعني خدت بالك إن الناس يقول لك إن لازم الراجل لازم الفني يمشي كله، طب أمشيه كله، طب ما سهل قوي إنك تمشي مدرب، إنما صعب قوي إنك تتعاقد مع مدرب، مش كده ولا إيه؟ طبعا طبعا لا طبعا لا، ده مش شغل مؤسسي، لا لازم الشغل يبقى بنهايه الموسم، راجل في ماتشات كتير اداها بشكل كويس جدا وحللناها بشكل كويس، لا في ماتشات كتير عملها كويس، لكن المسؤوليه كلها ما اخدهاش على المدرب مدير فني بس. النادي الاهلي من زمان اللعيبه في الملعب، في كذا قائد في الملعب بيقدر يدير الدفاع من داخل الملعب، لازم يتحملوا المسؤوليه معاه. لا هو انا عايز اقول الحاجه المستغرب برضو، الحاجات اللي برضو الكوره دي في حاجات تخليك مش عارف تفكر، يعني في الوقت اللي المنحنى بتاع النادي الاهلي بيطلع بيطلع بيطلع، خدت بال حضرتك يعني خدت بالك فجاه يحصل ده، يعني حاجه غير مبرره وغير مفهومه، يعني انا يعني انا مش ممكن يبقى الارتفاع ده جزء خادع ليك. يعني برضو انت بتقيس على الدوري المصري، المنافسات مختلفه عن افريقيا، نتائجك برضه كلها في افريقيا مع السنه دي مش كويس، لا هو ملعبك دي نقطه ضعف دي موجوده ما. فلما تيجي تقابل فريق قوي ويمتلك لعيبه عاليه مهاريا عندها مهاره التسليم والتسلل والتحول السريع الهجومي، اكيد هتتعب، يعني هتحس باللي شفناه امبارح، يعني ده دي صدمه قويه جدا للجهاز الفني واللاعبين. ربنا يسهل، والامل ضعيف جدا، ولكن في جزء من الامل في فرصه يا كابتن حماده، لان الاستاذ ابراهيم يميل الى انه ما فيش مستحيل في كره القدم، وده شفناه من قطاع من الجمهور اللي زعلان جدا من النتيجه، لكن مجموعه منهم بتقول لابد من مؤازره الفريق ومن امتلاء المدرجات، والنادي الاهلي طالب زياده يعني العدد الى 60,000، وفي ناس متفائله بخبرات الجهاز واللاعبين رغم صعوبه الامر اللي حضرتك قلت انه شبه مستحيل، لكن ان الاهلي قادر على التعويض بنتيجه تؤهله لقبل النهائي، هل حضرتك شايف كده في فرص فنيا ان شاء الله في المباراه الجايه؟ يعني انا واقعي، يعني الفريق قوي جدا، فريق يعني ما كسبش بالصدفه او بضربه حظ او حكم، فريق كسب بالشغل الجماعي اللي كان موجود في الملعب، يمتلك لعيبه عاليه جدا، انا بقول الامل ضعيف، ولكن في جزء من الامل موجود لازم العب عليه، ولازم الجمهور يلعب عليه، ولازم الجهاز يلعب عليه، واللاعبين تلعب عليه، اداء طالما في ان شاء الله ده موجود يبقى لازم اشتغل عليه بشكل كويس جدا باذن الله. باذن الله نكون قادرين على، ويكون اللعيبه والجهاز الفني على قدر المسؤوليه والتطلعات وطموحات طيب الجماهير وثقتها فيهم. كابتن حماده اخر سؤال بقى عشان طيب عمرك ربنا يخليك،
اللي برضه البعض بيتصور ان 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 مثل هذه الامور الناس مستنيه ان يطلع قرار بكره يقول لك فلان الفلاني يعدم شنقا وفلان الفلاني نصلبه من خلاء يعني مش عارف ايه نعمل طبعا. والنبي برضه توضيح منك قرار اللاعب سنين طويله ومدرب ومدير فني يعني هو ده طبيعي بعد نتيجه قاسيه زي دي. مره انا احضرها نتيجه بالشكل دوت تلاقي لو فتحت المواقع كلها امبارح اجتماع وانتظار قرار اقاله الجهاز. كل يعني كل المواقع كانت بتتكلم على كده. فده رد فعل طبيعي من عند الناس. ما انا فاهم ده الغضب. يعني حتى من الاعلام برضو بيصور للناس لا ده في قرار هيتاخد يهدي الناس شويه. ولكن طبعا ده مش مظبوط طبعا، لكن هي كرة القدم فيها كده وفيها التحديات وفيها كل حاجة. لا الهزائم التقيلة موجودة فيها والكبير الكبار بيتهزموا فيها كده وشفنا أمثلة كتير جدا في العالم. كتير. وبعدين الخمسة بقى لما تيجي الخمسة يعني احنا عندنا في مصر هنا اللي اشترك في افريقيا اسماعيلي محلة مقاولين المصري الاتحاد المقصة وده غير الأهلي والزمالك يعني خدت بالك؟ وانت عارف البطولة دي بقى لها سنين طويلة. خدت بالك؟ ما حدش من الفرق الخمسه دولت اللي هم دولت او السته اللي هم الانديه اللي هم الغلبانه ديت حصل له اللي حصل ده، الوحيدين اللي حصل لهم الخمسه دول كان الزمالك والاهلي الكبار وده برضه عايز اقول يعني انا ده اللي قلته يعني هم المفروض يقولوا لبعضهم بدل ما يتكلموا ده لا تعيرني ولا عيرك يعني خدت بالك الهم طايلني وطايلك انا احب نتكلم في فرقه النادي الاهلي ما انا لا ده انا ما ده مش مش تعريض مش تعريض بحد عشان زي ما كناش نتكلم ونتذكر دايما الوقائع يا كابتن حماده ده مش تعريض بحد انا عايز اقول ان ده مش تعريض الا هو الاهلي في تاريخه ما دخلش فيه سكور كتير ما السكه الحديد زمان قوي سته وانا فاكر ساعتها الجرايد كتبت السته الحديد الاهرام كان مكتوب كده خدت الاستاذ نجيب السكاوي مثلا ترسانه خدت الاهلي ذهاب وعوده في ماتش كان ماتشين دوري وكاس سبعه اظن ولا مش عارف قد ايه 5-2 او 5-3 فده بيحصل لما بقول ده انا مش بقول ده علشان حاجه انما انا بقول ان ده وارد لما نيجي في افريقيا بقى في افريقيا اللي اتغلب بالخمسه الزمالك والاهلي بس دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ هي كره القدم فيها اي بس خلاص يبقى ده موجود في كره القدم ولو كل ماتش فرقه بتتغلب ده عايزين نعلق مشان ونعمل ده مش لا هيتبقى مدير فني ولا هيتبقى رئيس نادي ولا هيتبقى اي حد بقى حاجه ثانيه يا استاذ ابراهيم الماتشات متتابعه ورا بعض لما تقعد تتكلم في مباراه فتره طويله انت ما عندكش وقت تتكلم صحيح ده ماتش في الدوري وبعد كده عندك ترجع ثاني افريقيا الكلام الكتير بيشدك لورا تمام وما بيقلل فرص ان احنا نصلح الامور فنيا قبل حتى مباراه الدوري اللي جاي اللي كابتن اربع خمس سنين تتكلم في الموضوع ده ان شاء الله الامور تكون افضل على مستوى المباريات اللي جايه والتعديلات الفنيه تشهد الجمهور يراها وانعكاسها على اداء الفريق ونتائجه سواء على مستوى مباراه المقصه القادمه في الدوري او على مستوى ان شاء الله مباراه العوده يوم السبت القادم امام سان داونز الجنوب شكرا كابتن حماده شكرا جزيلا لمشاركتك معنا كابتن حماده الصديق